ودلوقتي جه معانا مع دكتور فوزي جبر. ودكتور فوزي ان شاء الله ربنا يكلمنا الموضوع، سمعنا عنه كتير و... بس مش للاسف في الكليه ما حدش مننا عنده وجه. هو موضوع التطور لدرجه. دكتور فوزي عامل كتاب اسمه التطور واصل الانسان للمدير الثاني. والكتاب ده صدر عام 1996 واتعمل عليه فيلم تسجيل في القناه الثانيه، بس للاسف اتمنع بالعربي زي حاجات حلوه كتير اتمنعنا ان احنا نشوفها. ودلوقتي دكتور فوزي جابها معانا وهيكلمنا عن قضيه التطور من منظور علمي اسلامي. بس حابب اعرفكم دكتور فوزي الله خريج قصر عيني سنه 61، وهو كان ماسك رئيس قسم من هو 6 سنين، وبعدين هو حاليا هو عميد في كليه الطب في مصر انترناشونال يونيفرستي. فيا ريت روح معايا. أبلاي أناتومي، سيرش أناتومي، أناتومي عادي بتاعنا.
في كورس عن الايفوليوشن انثروبولوجي. ايه هو الانثروبولوجي؟ الانجليزي طبعا. في كورس عن حاجه بتسميها الباليوباثولوجي، ودي حاجه وحيده في العالم. انا مش عايز اقول كده، اروح الناس في المدرسه ممكن اقول لك يعني ما فهمتش الكلام ده، ولا احب اقول كمان اللي اعرفه. هذا الكورس هو مش كورس تدريسي، لا ده علم. لا يوجد. واقول ليه لا؟ الباليوباثولوجي يعني باثولوجي اوف انشنت بونز او دراي بونز. من الباثولوجي عارفينه عندنا دلوقتي في الكليه ان هو الويت باثولوجي، بجيب عينات من التدرج او من الليفنج واعمل لها اكزامينشن وكذا. لكن دي دراي بونز فيها ليجن بعد ما كل السوفت تيشو راح. وتقول لي بقى الليجن ده ايه؟ هل هو انفلاماتوري؟ هل هو مالينسي؟ هل هو كونجنتال انومالي؟ هل هو تروماتيك؟ دراي بون. وبقول ليه احنا في العالم كله عندنا الحاجه دي احنا اكتر من اي حد. وقلت محاضره في هولندا عن هذا الجزء بسيط فكان جميل جدا. ان احنا عندنا access to the dry bones from the tombs. We had access to this بطريقة ليه؟ ما انت بتذكر السكيلتونز اللي بتذكرها منين؟ ما هو بيجيبوا الحاجات دي بطريقة مش ها؟ ما مسموح بيها، مش مسموح بيها قانونا، لكن هو بيجي عشان يطلع. فأنا كنت بحصل على هذه البونز وأدرسها وأطلع منها كل الحالات اللي فيها باثولوجي. وبما إني متخصص في هذا الأمر فانا نشرت كل الليجنز على السايت بتاع الصعيد، بيدخل فيزيتورز وجيستس من كل العالم يتفرج على هذا العمل. انا نشرت لغايه دلوقتي مور ذان 600 سبيسيمنز. دي حاجه مش كلام بقوله عشان مش الكلام ده رايك بتاع 25 يناير، لا احنا ماشي ليها في السكه دي. حقائق موجوده. ولما جم يدوروا على تتعامل امور برضه قبل 25 يناير ويدوروا على حد يتكلم، أعمل الله لما خدوا اللي يستحق عشان يقول الكلام الصح. فرحت اشتركت طلبوني زي حضرتك طبعا. وكان معايا الدكتور علي جمال الدين استاذ البشار جامد، والدكتوره في الاشعه، وجابوا ثلاثه زينا بالظبط في التخصصات، واحد اشعه واحد انثروبولوجي واحد طب شرعي من بره. ده الكلام ده 25 بيجي حوالي 6 شهور او من سنه عشان ندرس. هو توت عنخ آمون مات ازاي؟ هل هو صحيح قتل او لا؟ او ما وكانت النتيجه اللي طلعناها، النتيجه اللي طلعت ان توت عنخ آمون لم يقتل، والايفيدنس كذا وكذا. ودي مش شطاره مننا قوي، لكن هم جابوا لنا ام ار اي وعملوا لنا سيكشنز في ام ار اي على البودي بتاع توت عنخ آمون، فقدرنا نستكشف. بغض النظر بقى مش هكمل التفاصيل دي، لكن انا عايز اقول ان احنا عندنا اختي بتقول قصر العيني. قصر العيني ده تاريخ، تاريخ كبير جدا، واساتذته اساتذه عالميين. واذا كانوا حاولوا انهم يهيلوا التراب على كل النجاحين يحاولوا، لكن يعني بتبقى شويه بتروح من الذهب بعد ما تحط عليهم شويه تراب يرجع تاني اصله. وبعدين يعني هنتكلم دلوقتي بقى على معلش يعني في موضوع بقى الايفوليوشن. الايفوليوشن نظريه، نظريه ذا ثيوري اوف ايفوليوشن. والنظريه دي نظريه مليئه بالحقائق والاوهام. ايكوال حقائق ما نقدرش ننكرها ابدا، لان احنا بنشوف سبيسيمنز معينه لكريتشرز معينه، وفي ديفلوبمنت وفي تطور وفي تغير في الاستراكشر، طالعينها من صخور ومن ازمنه معينه، ما تقدرش تقدر تنكرهاش اطلاقا. لا انكار في هذا. امال المشكله فين؟ المشكله في الاناليسيز
والرأي في هذا والكونكلوجن و الميكانيزم رياكشن الميكانيزم بتشينج. يعني انا النهارده لما اجيب اي شخص عادي يقول لك والله يا فح في الشارع ايه ده، يقول لك ده عنده سود او ورم ده سرطان. لكن انت كطبيب او باحث بتبحث مش بس انك تشخصه، لا بتبحث كمان في الميكانيزم وفي التشينج اللي جت ازاي؟ ايه اللي ورا العمليه دي؟ ايه الاكسبلانيشن؟ عشان نقدر نعالجه او كذا. الاوهام التي تحيط بنظريه التطور ويغلفها او اساسها هذه الاراء الاجتهاديه، وهو ده العلم. الساينس جزئين، اوبزرفيشنز لا ياتي الجاي ده الباطل ابدا، الاوبزرفيشن انا شفته وانت شفته وانت شفته، وبعدين ندخل في بعد كده في الراي الكونكلوجن الاكسبلانيشن الاناليسيس الديدكشنز. هنختلف ازاي؟ لان انا هقول بناء على الخلفيات العلميه وبناء على خبرتي وبناء على حتى اذا كان لها علاقه بالناشوناليتي او لها علاقه بالبوليتكس او لها علاقه بالريليجن، ادخل بقى فيها هذا الباك جراوند وادخله بطرق علميه برضه بطريقه. يعني هما لما نظريه التطور ظهرت ما كانتش نظريه التطور كانت تطور دي قبل كده جابوها يعني كلام كده بمحزون، وقال لا يمكن يكون في تطور لان الزمن لن يسمح بالتطور، زمن الكره الارضيه لا يسمح بالتطور من الانفرتبريتس للفرتبريتس، والفرتبريتس اللي هي لها فرتبري وفرتبرا قرن بدءا بالفيشز امفيبيانز اللي هي الضفادع، امفي يعني ضبل يعني بتعيش على الارض وبتعيش في الميه، وبعدين الريبتايلز، بعدين البيردز، وبعدين الممالز، وبعدين هو مش ممكن ده عايز زمن طويل جدا اكتر مما ذكرته الطيران والكتب الدينيه القديمه ان الارض عمرها 4000 سنه. مش ممكن قالك 4000 سنه كل ده هيحصل، فما كانتش الفكره مقبوله اصلا في الغرب. ولكن بعد ما تقدم علم الجيولوجي وعلم الباليونتولوجي العلوم بتتغير والزمن بيتغير وكانت معلومات جديده ان الارض لا 4000 سنه ايه؟ ده كلام ديني ربما الله اعلم مكتوب ازاي. دي حاجات هيستوريكال والكتب ممكن يكون محطوط فيها حاجات مش صحيحه، ممكن كل حاجه ممكن فغير صحيح. الارض عمرها 5000 مليون سنه، الكون الفرتبريتس اللي هي الاسماك ظهرت من 500 مليون 500 مليون، الريبتايلز والديناصورز 200 مليون. كان في ايه يا جماعه؟ كان في سنه ولا شهر ولا بالملايين. البني ادم مش البني ادم اللي هو احنا، طبعا بني ادم اللي هو احنا طبعا الموضوع على فكره موضوع شائك لو هنيجي على البني ادم، لكن نقدر نقول هيومن لايك هيومن لايك. الهيومن لايك يعني ايه هيومن لايك؟